معكم موقع العرب. من الفعاليات الثانية الأخرى اللي قيمت موجة داخل إطار المركز اليوم، وطبعا أغلب المسلمين بيشهدوا وبفكر إحنا بغنى عن حديث أكثر مطول في هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي هو لسه جدا مهم لحضورنا هون، إحنا اخترنا رمضان بما أنه ضيف علينا والمشروع جديد وهو ضيف برضو على أهلنا في دير حنة. اخترنا هذا اللقاء اللي هو كمان وجبة إفطار وافتتاح لبرنامج الحي الداعم الأكرم رئيس المجلس المحلي فضيلة شيخنا العزيز مأمون الأكرم حضرة السيد رامي شلاطة المحترم والأخ مسعود فاضل. أستهل كلمتي ببضع كلمات من الكتاب المقدس عن ضرورة إكرام الوالدين، فإن الرب أكرم الأب في أولاده وأثبت حق الأم على بنيها. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه، ومن عظم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده. أباب الكبار، أنا شفت أبو خليل والدعوة للمسنين بقى ما شاء الله، قلت أنا الشباب الكبار. يسرني في هذا اللقاء أن أحييكم وأهنئكم بمناسبة الشهر الكريم، وأتمنى بخير الجميع. إنني أشكر سيادة خورينا خوري البلد الأب إلياس ضو على مشاركته لنا في هذا الاحتفال. حقيقة يقال إنه هاي الخدمات اللي احنا عمالين نحاول نطورها بمشاركة ومساندة مجلس المحلي هي طبعا خطوة للمستقبل أفضل، لمستقبل أحسن لأجل كل مسن موجود في دير حنة. بداية احنا هذا المشروع مش الأول اللي سبقين فيه في المنطقة حتى نطور خدمات جديدة للمسنين. نشكر القائمين على مثل هذا اللقاء الطيب، رئيس المجلس الأستاذ رجا خطيب، الأخ مسعود خطيب، والأخ رامي شلاطة، الأب الياس ضو، جميع الحضور. حقيقة أنا الشيء أستشعره أنه نشم في المسنين والمشايخ، وكلمة مسن تعني من تقدم في السن. أخت شهيرة بشير، حكينا عن المشروع. مشروع الحي الداعم للمسنين هو مشروع اللي بيعطي خدمات للمسنين في البيت، عن طريقه في إمكانية أنه إحنا نوفر بيئة أفضل وأكثر مريحة وأكثر آمنة للمسنين الموجودين في البيت. من ضمن هاي الخدمات طبعا هي صيانة بيتية، خدمة طبية، عن طريق الخدمة الطبية برضو في إمكانية أنه إحنا نركب له جهاز طوارئ في البيت. في كمان خدمة اجتماعية ترفيهية، يعني المشروع هذا بتضمن عدة خدمات اللي عن طريقها كيف حكيت ممكن انها توفر بيئة مريحة اكثر للمسن في داخل البيت اللي هو موجود فيه. يسلم.